فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال رجل أوقفت أو فعل فعلا يدل على الوقف، فهل له أن يرجع بعد ذلك عما أوقفه؟ إن كان الوقف بعد الوفاة له يرجع، أما إذا كان منجزا فلا يرجع من قوله وقفته سبلته، لا يرجع إذا كان منجزا. نعم، لكن لو قال هذا بعد موتي يكون وقفا، هذا يأخذ حكم الوصية، له أن يرجع. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.